كيفاش تساهم في المشروع نتاع المصالحة. ضع في حسبانك أولا أن المشروع ما هوش نتاع شخص ولا مجموعة من الناس ولا الفئة ولا مشروع نتاع حزب، وإنما هو مشروع نتاع أمة، والفائدة نتاعه تعود للجميع. حابينك تشارك معنا برأيك، بالملاحظات نتاعك، بالاقتراحات. أرواح يا خويا، كون في الصف الأمامي وما تتخلفش. الجزائر نتاعنا كلنا. وضع خلفيتك على الجانب فقط وقدم المصلحة العامة على كل الاعتبارات. ادعو أصدقائك، زملائك، محبيك للمساهمة في هذا المشروع باش نخرجوا البلاد من الأزمة ونهيئوا الطريق للأجيال القادمة. كن فاعل وما تكونش مفعول به. ما ناش مقيدين في أمن الناس. ما تحقرش نفسك، بادر. محتاجين لطاقتك، محتاجين إلى مخلصين وصادقين في كل القطاعات وفي كل المستويات، في الداخل وفي الخارج. أرواح وشارك معنا. قبايلي كنت أنت ولا عربي، مزابي ولا شاوي ولا ترقي، هذا شيء ما يقلقناش، بالعكس هو ثراء للثقافة الجزائرية. محتاجين مشاركة الجميع، قطرة قطرة يحمل الواد.